انا هنا يمكن كنت بفكر وبتكلم مع المشاهدين قبل ما نبدا في انه احنا كلنا دائما بنتحدث عن البوست كورونا، ما بعد كورونا. ما بعد كورونا في مجال التكنولوجيا ووسائل استخدام التكنولوجيا، يعني اللي احنا لاحظناه كمستخدمين او يوزرز بساط هي ان احنا اصبحنا بنستخدم الابليكيشنز بشكل اكثر كثافه، كل ما هو اونلاين اصبح جزء حقيقي من حياتنا. مظبوط. لكن ايه غير ده هنشهد فيه تغيير وهنحس بانه الدنيا فعلا بتختلف. احنا حتى عندنا دلوقتي الديسكشن اللي شغال دلوقتي النيو نورمال، الطبيعي الجديد. يعني حتى كنا نقول امتى هنرجع للطبيعي، اول لما حصل لوك داون او ما حصل الحظر والدنيا قفلت كنا نقول امتى هنرجع للطبيعي، بس احنا بقالنا سنتين دلوقتي في الطبيعي الجديد زي ما بيقولوا، فاكيد كل حاجه هتتغير. لو هناخدها ان المكتب ما بقاش مكتب، المكتب بقى حته في البيت. لو هناخدها انه حاجات زمان كانت مش دوبل او مش قابله ان احنا نعملها، دلوقتي بقينا نقدر نعملها. انا في مجالي مثلا انا شغاله في الريسيرش، في البحث العلمي، وكان معظم شغلنا ان احنا بنجيب ناس في اللاب في المعمل عندنا ونجرب معاهم حاجات ونجرب معاهم اجهزه. دلوقتي ده ما كانش مسموح بيه في السنتين اللي فاتوا عشان كان في لوك داون وما كانش ينفع في ناس يجوا المبنى عندنا، فكنا بنشوف ازاي نستعمل التكنولوجيا انها تخلي الحاجات في بيوت الناس. ومن احدى الحاجات مثلا اللي كانت بروميسنج جدا وورت سكسس كبير قوي ان احنا نستعمل الفيرتشوال رياليتي، الواقع الافتراضي. الواقع الافتراضي انه لو انا اقدر اخلي السيت اب ده بالظبط هو بس بدل ما هو هنا في شرم الشيخ ان هو يكون في فيرتشوال رياليتي، وان انا بس اليوزر بغض النظر مكانه فين في العالم هو بس بيحط الهيدسيت وبيبقى هنا معانا. كويس قوي. ويجرب الـ يعني كانه في المعمل عندنا في الكيس بتاعتنا، كانه في المعمل عندنا، وان هو بيجرب التجربه بتاعتنا وبنجمع احنا الداتا اللي احنا عايزينها وكانه بالظبط في اللعب. فده من ناحيه وفر كتير قوي مصاريف بالنسبه للجامعات او المعاهد البحثيه، ان انت خلاص انت مش محتاج الهاردوير الغالي، مش محتاج اللابز او المعامل، لان انت كل حاجه عندك بقت فيرتشوال الى حد ما. فدي كانت من احدى الحاجات لما رجعنا، يعني دلوقتي عشان في تطعيم، نسبه تطعيم عاليه، فالناس ابتدت ترجع للشغل، بقينا حاسين احنا ليه بنرجع، يعني ما انا كنت ممكن اعملها من البيت، كان اقدر اعمل ده من البيت. بالظبط بالظبط. يعني حتى واحنا بنتكلم هنا عن المنتدى علشان خاطر الاجراءات الاحترازيه وما الى ذلك، فاصبحنا نقدر نشارك في المنتدى واحنا في بلادنا. يعني بالزبط. اقدر اشارك وانا في المانيا، واقدر اشارك ومش بس بشارك بفيديو كونفرنس، انا بشارك افتراضيا برضو فيرتشوال رياليتي، ودي حاجة بالنسبة لي مذهلة. يعني بالنسبة لجيلي أنا بعيش فيلم خيال علمي كبير جدا. يعني ده حقيقي، وده كان في الوركشوب. يعني احنا في ورشة العمل اللي عملناها يوم السبت، كان كل كلامنا انه التكنولوجيا دلوقتي بتديك somehow سوبر باورز او قوة خارقة. صحيح. زي مثلا سوبرمان كان بيطير وبيتليبورت وبيبقى من مكان لمكان. هو انت دلوقتي لو فتحت زوم هيها، انت لو فتحت زوم لينك انت ممكن تكون في استراليا او في امريكا وفجاه بقيت في القاهره او في شرم الشيخ او في مصر. فهي التكنولوجي اتطورت جامد جدا لدرجه ان هي فعلا بتديك احساس السحر. فزي ما انت بتقول الواحد بيسمع ده سحر، بس هو التكنولوجي والتقدم في التكنولوجيا اللي حصل سريع قوي في السنتين اللي فاتت دول خلى حاجات كانت بنفترض انها سحر او ساينس فيكشن او طيب حاجات مش. هل التكنولوجي دي وهل التطور ده وهل التكنولوجي بتاعت بوست كورونا اللي اعتقد انها ممكن تكون حاجات من اللي سرعت ظهور حاجه زي ميتافيرس على سبيل المثال، هل ده ممكن كمان بيرفع من معدلات القلق في السايبر سيكيورتي وبالتالي يشجع اكتر على ابتكارات تبقى مور سيكيور؟ اكيد اكيد. يعني قولي لي في دقيقه اكيد طبعا، لان زي ما بقول لحضرتك مثلا ان المكتب ما بقاش مكتب، المكتب بقى البيت، فالبرايفت سبيس او مساحتك الخاصه اللي هو بيتك ما بقاش خاص، ده بقى مكتب. لو انت في ميتنج ولا في زوم ميتنج الناس شايفه بيتك والناس شايفه كل حاجه بشكل ما اصبح فيه لا خصوصيه والمزيد من العموميه. مظبوط.
كمان كمية المعلومات الواحد بيجمعها وكمية يعني مثلا الكاميرا الحرارية اللي في المطار واللي في كل الحاجات دي هي بتجمع معلومات على طول طبعا. فلازم طبعا يكون في زي regulations وقوانين تجايد القصة دي، لأن غير كده هتبقى الديتا في كل حتة، والميسيوز أو السوء الاستخدام للديتا دي كارثي. دكتور يمن، اولا خليني اشكرك، اللقاء كان سريع بس حقيقه انا فخور جدا بان انا شايف مصريه بتتكلم في الحاجات دي وبهذا القدر من العلم والفهم، وفي حاجه كمان انه بتدرسي في مكان مهم جدا حساس جدا، فبنت ست مصريه هي اللي بتدرس هناك، دي حاجه تشرفنا ونفخر بيها كلنا. نورتينا يا دكتور يمن. انا اسعد. كل الشكر ليك، كل الشكر دكتور يمن عبد الرحمن على وجودها معانا.